بعد أن خذلهم المجتمع العربي والدولي وسال من دمائهم الكثير في شوارع الوطن، يهتف الثوار السوريون متضرعين لله عسى أن يخلصهم من الجرائم التي ترتكب بحقهم كل يوم. والسبب في ذلك هو أنهم أرادوا الحرية التي حرموا منها عقودا. حرية للأبد، غصبا عنك يا أسد. ما صدح به أهالي نهر عيشة تردد صداه في وادي بردة، فخرجوا يهتفون للحرية ويشجعون المترددين على النزول إلى الشوارع نصرة لحمص وباقي المناطق السورية، ليقولوا بصوت واحد. بينما لم تغب ألحان بلبل الثورة عن أمسية الثوار. ولئن غابت أصوات الرصاص ودبابات جيش الأسد عن مظاهرات نهر عيشة ووادي بردة، فإنها لم تكن كذلك في مدينة الكسوة التي خرج أهلها في مظاهرة سلمية يهتفون فيها للحرية والكرامة، فكان الرد عليهم بالكثير من الرصاص والآليات العسكرية ثم باعتقال العشرات من أبناء المدينة. بينما لم تكن دوما بعيدة عن بطش قوات الأمن والشبيحة، فبعد مظاهرات حاشدة فداء لحمص اعتلى قناصة النظام أسطح المباني الحكومية وبدأوا بإطلاق رصاصهم بدم بارد، حتى حرائر دوما اللواتي احتشدن نصرة لحمص طالهم ما طال رجالهم من رصاص واعتداء. بيت سابر وبيت تيما، حموريا وعربين، كفر بطنة والزبداني، الرحيبة والضمير وغيرها العديد من مدن ومناطق ريف دمشق، كلها خرجت رابع أيام عيد الأضحى المبارك لتعبر عن نصرتها لحمص وبرزة التي أغلقت قوات الأمن جميع مداخلها منعا لوصول أهالي معربة والمناطق المجاورة إلى تشييع شهداء برزة الذين سقطوا مساء الأربعاء على يد القوات الأمنية وميليشيات الشبيحة.